السلام عليكم. دلوقتي هشوف أداة من أدوات التسليح اسمها نافية RX. ده عبارة عن أدنس بيضاف جوه الراكت. نعمل سيلكت على العمود ده مثلا، وبعد كده أجي هنا أقول له أنا عايز أعمل تسليح للعمود. فأول حاجة لازم أعملها أدخل في الخصائص وأتأكد إن أنا مختار الدولة أو الكود اللي أنا هشتغل عليه تسليح مظبوط، البروفايل البوليس وهكذا. بعد كده بقول له اوكي، وبعد كده ببدأ اشوف الجيومتري. كل واحدة من دول بتبدأ اشوف المسافات قد ايه اللي انت عايزها. البارس تقدر تختار المسافة اللي انت عايزها. هنا برضه تختار المسافات. الهوك عايز هوك ولا لأ، ممكن تقول له لأ. ممكن تختار الشكل اللي انت عايزه. الرينفورسمنت اريا، وبعد كده هقول له اوكي، فبيبدأ يعمل عملية تسليح للعمود بالشكل اللي بشكل. طيب لو العمود عندي دائري تعمل سيلكت برضو، نفس الخطوات، هو بيراعي ان هو العمود دائري، بتقول له اوكي، فهو بيبدأ برضو يعمل التسليح زي ما انت شايف. لو جيت قلت له هيبدأ يظهر معايا بالشكل ده.